لازم أعمل شيء. بس قلي شو بدي أعمل؟ المشاكل على طول موجودة بحياتي اليومية، كل يوم في مشكلة، كل يوم لازم يكون في شيء جديد. في مشكلة حمل ريا، وهلأ رجعت أمي على البيت واعتقال ستي، شو لازم أعمل؟ كيف بدي خبرها لإشكي؟ ولا يوم كانت سعيدة معي، ما عم أقدر أعمل أي شيء خليها سعيدة. أساساً كل يوم عم نواجه مشكلة، كيف بدي إلا عن هالشي؟ المشكلة إني أنا بحبها لإشكي وما بدي أخسرها كرمال شي، كيف بدي إلا عن هالقصص هي؟ إذا أنت ما خبرتها ممكن حدا تاني هو اللي يروح يخبر إشكي بهذا الموضوع، مو منيح إنها تعرف من حدا غيرك، وخصوصاً إذا كان هالحدا هو ريا. أخي إشكي لازم تعرف الحقيقة، والأحسن إنها تعرف هالموضوع منك أنت مو من حدا غيرك. رجاءً إلا أخي. معك حق، رح إلا عن كل شيء، بس عطيني شوية وقت لو سمحت، ولوقتها أنت كمان احتفظ بهالسر بيناتنا ماشي؟ لا تخبر حدا أخي كارتيك، وهدول التقارير خليهم معك ولا تفرجيهم لحدا. أنا رح خبرها كل شي بهي الليلة. أنا بتفهم ليش ما خبرتها إلها، بس ليش ما خبرتني لإلي؟ ما بتوثق فيني؟ مو هيك القصة يا أخي. أكيد مو هيك أخي، أنت بدك تواجه كل المشاكل لوحدك، أنت لساتك مفكرني ولد، بس أنا يعني ما عدت صغير، لازم تعرف هالشي. أنا ما هيك قصدت. بترجاك خبرني شو عم يصير معك، أنا بدي أعرف وبدي ساعدك بحياتك كمان. أخي بوعدك بإني رح شاركك كل شي بيصير معي وحد. خلص أنا آسف، يلا. شكرا. الطبخ والتنظيف وغدا أهان كله على الليبرة وجاهز. إيه خلصت كل شي. يا إشكي أنتي طلعتي فيكي تعملي كل هدول الشغلة، وهلأ لازم استعجل شوي. وقفي ستي، أنا لازم روح هلأ مشان التوقيع ومشان المقابلة كمان. إجاني عرض من هيدي الشركة لأني أنا اشتغلت معها من قبل وكنت مرتاحة. ما تاكلي هم، أنا حأرجع بسرعة. وليش مستعجلة كل هالقد؟ أنا راسي عم يوجعني، يا ريت تعملي لي شيء أشربه. أنا بعرف إنه أنتي عم تساوي هذا الشيء قصاده. ما بيكون اسمي دورغا إذا ما بروحوا عليكي. مرت عمي؟ معلش خليها هي تروح مشان ما تتأخر عن مقابلة الشغل. أنا بعمل لك شو ما بدك. شو؟ الشغل أهم مني؟ مهم أكتر من عائلتك؟ يعني ما بيهمك أنا؟ وعلى فكرة لهيك بيقولوا بالمثل إنه البنات لازم يختاروا عائلتهم ويفضلوها على أي شيء تاني، بس لا، ما في، المقابلة هي أهم بكتير منا، وبس أنتي تشتغلي ما عاد رح تهتمي فينا. ما يبدو أنه الشغل عندك أهم من العائلة، هيك شايفة؟ هذا الشيء مو صح نهائياً. ماشي، رح ساوي لك شيء يريحك. شو؟ ما ناقشتني. يبدو خطتي جابت نتيجة عكسية. إشكي نحن بحاجة إنه نعمل دمج لهدول التصاميم ونشوف النتيجة، لهيك خلونا نجرب ندمجهم مع بعض. بس نحنا ما رح ندمجهم ونعمل هلأ هيك شي، لأن هالشي خطأ كبير ورح يأثر على التصميم، أو ممكن يأثر على شكل البناء، صح أهان؟ أهان؟ كأنك مانك معنا. أنت منيح يا ابني؟ شو هاد؟ هاد مكتبي وانتي هون بتكوني زبونتي.
ركزي بشغلك ماشي؟ أنا ما بناقش أموري الشخصية مع الكل، هي بتخصني لإلي وبس، لهيك أوعك تجربي. حلو، هاي التغييرات رح تتنفس. في شي تاني؟ لا تمام. شكرا يا أستاذة، شكرا شكرا شكرا. مدام أنت منيحة؟ بحكي مع الأستاذ؟ لا أنا منيحة شكرا، هو متوتر شوي، أنا ما بدي زيد عليه أكثر. وشكراً لك يا سيد على المقابلة على التليفون. متأكد صار معك شيء ضروري؟ أنا بعرف إنك حدا محترف ومخلص بشغله، ولا تنسي أنت محظوظة لأنك رجعتي على المكتب. شكراً. طيب ماشي، أنا رح أروقع وبعت لكم رسالة الانضمام. تمام، بس مشان المواصلات، أنت تعرف أستاذ بيتي بعيد كتير عن المكتب. بس أنت عندك سيارة؟ أكيد، بس هي بدها بنزين لحتى تمشي، بتعرف، وبتعرف أنت أنه أسعار البنزين كتير غالية هالأيام. بس أنت متزوجة من السيد آهان فيرمال هوترا. أستاذ أنا اللي رح أشتغل وأتنقل كمان وأدفع تكاليف البنزين، مو زوجي يعني. هي كبيرة وواعية منيح، تتعامل مع كل شي بتفكير وهدوء. شو ما كان رأي مرت عمي، إشكي أكيد هي الأفضل لابني أهم. تمام تمام تمام، شكراً إلك، رح أبعت لك رسالة الانضمام. تمام، شكراً شكراً، باي. أها كارتك رجعت، شو صار؟ شكلك متضايق ومتوتر، بس ما خبرتني إنك جاية. أنا طلعت ركضت شوي، بس كان الجو حلو وخارج ركض. كان لازم تخبرني على القليلة. ايه امي، انا رح اعمل دوش ماشي؟ ايه يلا. وكيف عم يركض بدون بوط رياضة؟ بالضبط. ستي تفضلي، بقدر روح هلا؟ اشكي يلا روحي، أنا موجودة هون. مرت عمي خبريني إذا احتجتي أي شيء. معقول حدا تاني هو اللي يكون استلم رسالة إيشكي وخباها وما عطاها إياها؟ بالنهاية كلهم بالعيلة بيحاولوا يحموا إيشكي. يمكن معك حق، ما كان لازم تبعتيها باسمها لإيشكي أبداً، كان لازم تبعتيها لستة، كانت رح تفرق معك كتير. معقول تكون رياء عم تستخدم قصة حملة لحتى تفرق بين آهان وإيشكي؟ إيشكي؟ شو مخبى عنا؟ شوفي بالظرف اللي كان بإيده. هي اللي بيحبوا المصاري.
أنا بورجيك، أنا ستك وأنت عم تخبي عني؟ إيشكي آهان فير مع الهوترا، شو هاد؟ اتصل بالست سافيتري لأني بحاجة موافقتها. بس هي راحت. راحت؟ هي مين خبرت؟ وكيف راحت؟ أستاذ بجوز صاير مع شي أو صار عندها شي ظرف لهيك اضطرت إنها تروح. ما بعرف شو ممكن يكون صاير. سافيتري في حدا حط لك مخدر بفنجان القهوة تبعي، وهالشي يبين بتحليل الدم وتأكدنا إنه كان في مخدر بدمك. أنا ولادي تعرضوا للذل بسببي أنا، ما عاد اسمح يصير هالشي أبداً. بتمنى تكون بخير. استاذ شو رايك نتصل بامك لنعرف؟ لا مو هيك، لا تنادي لامي ماشي؟ اسف استاذ. فعلا لما بتخاف من شيء بيصير، لهيك لا تهتم ابدا، نحن ما رح نخسر. اذا هي وقفت فشركتها اللي بتخسر. ما رح نحكي. مرحبا ميتالي. هلا اشكي، كيفك؟ منيحه وانتي؟ مبروك. شكرا. اسمعيني، انا ساويت شويه ابحاث مشان منتج شركتنا الجديد، كثير حلوين، رح ورجيك اياهم بكره، وبدنا حدا يستلم التسويق. مين برايك؟ اشكي لازم تعرف الحقيقه، الاحسن ان تعرف هذا الموضوع منك مو من اي حدا تاني. ليش فكرت في حدا هون؟ شو هادي اللي عتخت؟ كتير منيح إنه كارتيك اللي لاقى الظرف مو حدا تاني. ما حدا بيعرف شو كان صار لو إشكي هي اللي لاقيته. أكيد كانت رح تنهار. صح، بولا إجا وقال إنه في ظرف إلي. أكيد هاد هو. أنا آسفة. خير شوفي، بدك يعني استلم أمور البناء ولا لا؟ أنا بحاجة موافقتك، وين رحتي وتركتيني؟ شو هالتصرف هاد؟ مو صح أبداً. مدام سافيتري، مدام مدام سافيتري، مين هادي اللي بعت لي هالظرف؟ أهان؟ حماتي راحت مع أهان. بتمنى ما يكون صار شيء مو منيح معهم. ايه في ام اللي اشكي ليكي، انا بالمكتب وهي الست سافيتري اجت على المكتب وغمت قدامي. شو غمت هون بالمكتب؟ انا جاي.
ست سافيتري فيقي. ليش ما قلت لي إنها تعبانة وما أنا منيحة؟ أستاذ أنا ما قدرت إلا. غبي، قلي ليش ما خبرتني من وقتها؟ شو؟ ليش ما خبرتني؟ أستاذ الست قالت لي إني ما خبرك، قالت لي إنه ما بدها تزيد همومك وتخليك تقلق علي. ما عم صدق، حتى وهي بهالحالة فكرت فيي أنا. هات المفتاح، هات. ارجع على شغلك. حاضر. ايه اشكي وينك؟ اهان، انا لساتني علقانة بزحمة السهر، شو رأيك انه تاخدها على بيتنا وانا رح روح ولاقي لك هنيك؟ يلا. ما لازم اتدخل بينه وبين امي، بجوز صار معها هالشي من ورا المرض. المهم اهان عم يهتم بأمه هلا. ايه مرحبا دكتور كوثري، معك اهان. اسمعني ليك دكتور، رح ابعت لك هلا عنوان برساله مشان امي، مشان زبونتي. فجاه غمت بمكتبي وقعت على الارض، الموضوع ضروري. ماشي يلا. بعتذر يا سيد، مشغول بامر عائلي. شو يعني مشغول بامر عائلي؟ قلي الموضوع مشان لامي. ما في شيء أهم من حياة البني آدم يا دكتور، لهيك يلا روح لهنيك. ليش ما صار لشي لهلا؟ كمان ما في صوت بكي حتى. شوفي يا ترى إشكي، قرت هالوراق ولا ما قرتهم؟ طيب إذا قريتهم فهي راحت تتخانق مع آهان، بس هيك بدون ما تبكي وبدون أي شيء؟ لا لا، البنت اللي تعمل دراما على كل شيء وملكة الدراما كيف بتروح بدون دراما؟ شو صاير معه؟ ما بعرف، نحن كنا عم نشتغل بالمكتب وفجأة داخت ووقعت على الأرض وغمت. بعد لي لأفحصها. يلا تفضل. شو؟ طمني. هالتأثير جانبي لدواء أخذته. بتعرفوا شو الأدوية اللي بتاخدها بالعادة؟ هالتأثير بتعملها إياه الأدوية المخدرة. أكيد هالتأثير المخدر اللي خلطته ستي بشراب الست سافيتري. بتعرفوا شو ممكن تكون أخده؟ أنا بعرف، لحظة بس. تفضل، هذا الدواء كانت تاخده من قبل وأثر على صحتها. أنت شو عرفك؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.